كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين مصر وأسبانيا إلى آفاق أرحب بالتعاون الثنائي، بحيث تصبح أسبانيا شريكاً رئيسياً لمصر، ونحن نمضي بخطوات ثابتة على طريق التنمية والتقدم. والحقيقة ده كان هينطلق من خلال إنشاء لجنة مشتركة وزارية من البلدين يتم عقدها بالتبادل بين عاصمتي البلدين دورياً. وفي هذا الإطار فقد اتفقت مع السيد سانشيز على أهمية العمل المشترك نحو زيادة الاستثمارات الأسبانية في مصر، وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مختلف رجوع البلاد، خاصة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها. وأكدنا على الحاجة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين بلدينا بالتوازي مع العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إتاحة الفرص لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسبانية. ويسعدني في هذا الصدد أن أشيد بالتعاون المصري الأسباني في العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة، وهو تعاون ننتظر أن تفتح له آفاق جديدة من خلال عقد منتدى رجال الأعمال بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين خلال هذه الزيارة بمشاركة دولة رئيس الحكومة الأسبانية مع السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيمثل خطوة بناء على صعيد توثيق الروابط بين القطاع الخاص على الجانبين وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.